لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. طيب ده الشكل الإفريقي الأهلي اللي هو كان قص شريط المصريين في دور ال 32 من البطولات الإفريقية، ده كان يوم الجمعة اللي فاتت. أعلن عن مديره الفني، وبكرة الظهر إن شاء الله الساعة 12 سيقدم هذا الرجل الأوروغوياني اللي لم يذكر اسمه من ضمن أسماء كتيرة جدا أعلنت، هو مارتن لاسارتي. المدير الفني الأوروغوياني يقود الفريق بداية من بكرة في ظل ثورة قرارات بدأت من امبارح بالليل ومستمرة حتى الآن، آخرها كان إصدار شكل قطاع الكرة اللي انتظرناه تقريبا ما يقرب من شهر. إزاي شايف القرارات الحالية يا إسلام يا صادق؟ هو الأول لاسارتي ولا لازارتي؟ لاسارتي. موقع الأهلي الرسمي مصمم إنه لازارتي. أنا همشي ورا موقع الرسمي. لا همشي ورا اسمه، يعني أنت مش ورا موقع الرسمي النادي الأهلي. هو اسمه لاسارتي. هو قال لك. لا بالإس، يعني إس يبقى لاسارتي. أيوه ماشي، هو قال لك، لو هو قال لك يبقى. هو هيقولها بكرة أكيد في المؤتمر الصحفي، أكيد يعني المنطق بيقول إنك هتسأله اسمك لازارتي ولا لاسارتي. أنا مش هروح عشان. هيقول يعني للصحفيين، لكن هو لاسارتي. لكن خليني أقول لك إن التعاقد مع مدير فني ده كان مهم جدا. ان ما يكونش من ضمن الاجتهادات، خلي بالك ما كانش الاجتهادات الاعلاميه، ما لا تلوم اي اعلامي او صحفي كان بيكتب اسماء معينه، لان المتبع في المنظومه التعامل مع اخبار النادي الاهلي انك انت بترجع للمنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي، وكان بيكون عن طريق المنظومه الاعلاميه للنادي الاهلي من المدربين، بعض المدربين اللي كان بيتردد اسمهم او مرشحين للنادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. الاهم، سيبك بقى من الكلام ده كله، هو الاهم هي القصه هنا انتهت في النادي الاهلي ولا لا؟ يعني البعض شايف ان المدير الفني للنادي الاهلي هو ده كان الكل مستنيه. مظبوط. وبالتالي ازمه النادي الاهلي كده خلصت. لا، ازمه النادي الاهلي ما خلصتش. ازمه النادي الاهلي في اللعيبه، في الصفقات الجديده، في التعاقد مع لاعبين مميزين اللي هيكون اولهم خلال يعني كام يوم، خلال ايام رمضان صبحي. ايه رمضان صبحي؟ ده انت اصلا انت بتقولها كده وانت معدي. ماشي، دي هتكون اول صفقه قويه جايه رمضان صبحي. انا بشوف ان هو طبعا هيكون. لا بتشوف، لكن اقصد المعلومه جاي. المعلومه، ما انا بقول لك المعلومه ان رمضان صبحي خلال ايام هيكون موجود، يعني سيتم الاعلان عن التعاقد او عن عوده رمضان صبحي مره تانية للنادي الاهلي في ظل المفاوضات مع مسؤولي نادي الانجليزي. يمكن النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت كان عايز يزود مده الاعاره تبقى سنه ونص، في حين ان نادي كان عاوز 6 شهور بس. مسؤولين في النادي الاهلي، وهو هنا دي لسه هي نقطه الخلاف، لكن بتقترب من الانتهاء انه 6 شهور اعاره. لسه لغايه دلوقتي المده ما تحددتش. فاللاعبين والصفقات اللي بتعلن هي الاهم دلوقتي بالنسبه للاهلي، علشان يعود الى يعني المكان اللي بيليق بالنادي وبيليق بطموحات الجمهور. ارجع لمانويل جوزيه اللي ما كانش حد يعرفه. فمانويل جوزيه اللي ما كانش حد يعرفه بقى واحد من اهم المدربين في تاريخ النادي الاهلي، لانه كان معاه مجموعه من اللاعبين المميزين جدا. ارجع لمانويل جوزيه بعد ما ساب النادي الاهلي، فشل ولا نجح في تجاربه؟ الفكره ان هي تكامل ما بين اللاعبين والمدير الفني. هو رقم واحد بيكون اللاعبين بتختار. يعني هديك مثال، بتختار حالي دلوقتي. لعيبه المصري هي نفسها اللي كانت بتنافس على التاهل لنهائي الكونفدراليه مع حسام حسن، هي دلوقتي نفسها اللي بتصارع ضد الهبوط في الدوري مع تغيير المديرين الفنيين. ما تقارنش المصري بالنادي الاهلي. لا، بتكلم ان المدير الفني بيتكامل مع لاعبين جيدين بيعملوا فريق كويس. كامل احترامي للنادي المصري، لكن فتره من الفترات النهارده خلينا نروح للمنافس التقليدي للنادي الاهلي اللي هو نادي الزمالك. نادي الزمالك عشان عنده مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، وعنده دكه بدلاء قويه، وبالتالي انت النهارده ما بتتكلمش على صفقات كبيره محتاجها. محتاج يعني زي ما قلت لك راس حربة، وهم بيحاولوا خلال الفترة اللي فاتت. محتاج حارس مرمى، انا ما زلت مصر ان هو محتاج حارس مرمى
بجوار جنش، لأن الزمالك هيكون عنده أزمة في حال تعرض جنش لأي إصابة، وبالتالي اللاعبين عليهم دور كبير جدا. ارجع لنادي الزمالك نفسه لما خد حصل بطولة الدوري والكاس مع فريرة، كان بيمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، وبالتالي اللاعبين أنا بشوف إن هما بيمثلوا 70% من قوة الأهلي أو الزمالك. محمد يوسف هيقود مواجهة النجوم بكرة، وهيقود مواجهة جيما جافر، بعدها يعود من احتفالات الكريسماس لاسارتي، اللي يقود أول مواجهة تكون مع الداخلية قبل نهاية هذا الشهر، بعدها يلعب مع إمبي، فالداخلية أول من سيختبر قدرات لاسارتي. لكن محمد يوسف أعلن 20 لاعبا لقائمة الغد، خرج منها شريف إكرامي من أجل إراحته خوفا من المجازفة بي، فمحمد الشناوي وعلي لطفي هما الموجودين في حراسة المرمى، سليف كوليبالي، أحمد علاء، محمد هاني، باسم علي، أيمن أشرف في الدفاع، بمعنى ان سعد سمير لن يتواجد، عمرو السوليه، هشام محمد، كريم ندفد، احمد حمدي، احمد حمودي، اسلام محارب، احمد الشيخ، ميدو جابر، ناصر ماهر، محمد شريف، مؤمن زكريا، مروان محسن، ووليد ازارو اللي بيعود مره تانية الى قائمه الاهلي. ومن ضمن، وده اخر سؤال عن الاهلي قبل ما نروح لاخبار تانية، اكيد الناس كلها مهتمه ايه اللي بيحصل في انفيلد، مباراه ليفربول مع مانشستر يونايتد، بعد ما سالك على انه ولا هيثم عرابي ولا محمد فضل ولا حسام غالي موجودين في التشكيل الجديد لقطاع الكرة، كيف جاءت هذه القرارات؟ فاكر انا قلت لك من فترة كان هنا ولا مش فاكر، ان النادي الاهلي ممكن يتخذ قرار باستبعاد الثلاثي، باستبعاد الثلاثي او توجيه الشكر للثلاثي. ليه؟ ليه عمل كده؟ ليه؟ علشان هو بيبعد طبعا المشاكل اللي تعرض ليها الثلاثي خلال الفترة اللي فاتت، سواء بالنسبة يعني الأزمة اللي حصلت ما بين حسام غالي ومحمد فضل من ناحية، ومجلس الإدارة بعد الإعلان عن تعيين أو انضمام هيثم عرابي وكيل اللاعبين للجنة التعاقدات، وبالتالي في نفس الوقت تعرض المسؤولين في النادي الأهلي لانتقادات بسبب طبعا ضم أحد وكلاء اللاعبين للجنة التعاقد. فأنا بشوف إن يعني مجلس الإدارة رايح نفسه إن عشان الانتقادات اللي تعرض ليها، سواء بإن هو كان التزم الصمت بعد أزمة حسام غالي ومحمد فضل ودخولهم أو دخول حسام غالي تبع مجلس الإدارة، ونفس الأمر تعرض لانتقادات من ناحية تانية إنه هيضحي بأولاد النادي اللي هو حسام غالي ومحمد فضل مقابل إن هو يبقي على يعني أحد وكلاء اللاعبين اللي ليس له أي قوة سواء على السوشيال ميديا. وبالتالي ده اللي كان الكلام داير فيه خلال الفترة اللي فاتت، لكن هو عنده قوة داخل السوشيال ميديا بسبب ما تراه السوشيال ميديا إنجازات عملها في الوقت اللي تولى فيه المسؤولية. السوشيال ميديا لن تدير الأندية، لكنها تدير نادي بحجم النادي الأهلي، هي تؤثر على قرارات الأهلي حاليا. لا يعني أنا شايف إن بالقرار هي تؤثر حاليا على القرارات. أنا شايف بالقرار دوت النادي الأهلي بيعيد مرة تانية الأمور إلى نصابها الصحيح. لو كان كده كان مشى هيثم عرابي وخلى محمد فضل. لا، هو مش حسام غالي ومحمد فضل، أوجه ليهم الشكر علشان الطريقة اللي تم الاعتراض بيها وتتعارض مع سياسات النادي الأهلي. خلي بالك يا هاني، يعني تقعد تختلف تتفق، النادي الأهلي والنادي الزمالك مؤسستين كبار، فبالتالي في أمور ما ينفعش فيه تعديها، ما ينفعش، في خطوط حمراء يعني. بالظبط، في انت بتحافظ، انت موجود، خاصة ان دايما محمود الخطيب رئيس النادي كان بيعلن ولا يزال يعلن عن تمسكه، ودي حقيقة، ما بيقولهاش كده تصريحات اعلامية وخلاص، عن تمسكه بما يسمى يعني الحفاظ على اساليب النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت. نفس الامر ده بيحصل برضه في نادي الزمالك، وبالتالي في امور ما ينفعش تعديها داخل الاهلي او الزمالك. سيد عبد الحفيظ مديرا للكره، مارتن لاسارتي مديرا فنيا، محمد يوسف مدربا عاما، سيباستيان مدرب مساعد، سامي قمصان مدرب مساعد، أليخاندرو مدرب احمال،
حسين عبد الدايم مساعدا لمدرب الاحمال طارق سليمان مدربا لحراس المرمى قطاع الناشئين مديرا له الكابتن فتحي مبروك ومساعدا الكابتن هشام حنفي المهندس عادل القيعي مستشارا للتعاقدات في اداره التعاقدات وامير توفيق مديرا للتعاقدات قطاع الاكاديميات خالد الامين مديرا عاما للقطاع عبد النبي عاشور مديرا فنيا للاكاديميات اداره الاكتشاف للمواهب بعد رحيل الكابتن علاء ميهوب يتبقى الكابتن محمود صالح ناجي خليل حمدي ابو راضي صديق الجمال 70 دقيقه مرت من مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد قبل ما اطلع لفاصل وهرجع لك بقى تقول دلوقتي حالا الجمله اللي عايز تقولها والتعادل الايجابي ما بين ليفربول بمشاركه محمد صلاح ومانشستر يونايتد ليفربول من اجل العوده الى القمه بعد ما خدها منه مره تانية مانشستر سيتي امبارح دلوقتي تقدم وكان اكثر سيطره وما زال على فريق مانشستر يونايتد اول ثلث ساعه كانت طاحنه لفريق ليفربول نجحوا خلالها في تسجيل هدف التقدم على مانشستر يونايتد بهدف كان سجله في دقيقه 25 ساديو ماني بعد مساعده من فابينيو ولينجرد نجح في ادراك التعادل دلوقتي قبل ثلث ساعه من نهايه المباراه واحد النتيجه هنا واحد هنا اسلام قبل ما نطلع لفاصل يعني فيما يخص حسام غالي حسام غالي سيعود للنادي الاهلي وانا بقول عاجلا ام عاجلا يعني لا هيعود في ظل وجود المجلس الحالي وانا باكد لك دوت اتكلم عن واحد من اهم اللعيبه في تاريخ النادي الاهلي نفس الامر بالنسبه لمحمد فضل من الشخصيات المحترمه وبالتالي كان من الصعب ومن غير المقبول ان يتم التضحيه باثنين وتحديدا حسام غالي ادوا للنادي الاهلي طول عمرهم اكثر من 30 سنه او 25 سنه مقابل الحفاظ على السوشيال ميديا ده اللي انا بكلمك عليه نبي كيتا خرج ونزل شاكيري والراجل بيهاجم وعايز ياخد الثلاث نقاط باي طريقه لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه